السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدم واحد الحلقة اللي حصرية، وفي الحقيقة هي فضح لأسرار ديال المزارع الكبرى، يعني كيفاش كيتحكموا في الكمية ديال الإنتاج ديال يعني الخصوبة ديال الأمهات. كنا كنعرفوا أن يعني التربية ديال الأرانب هي جد سهلة، يعني كاين فترات كاع المربين كيطيحوا فيها انهم يعني الامهات يعني ملي كيولدوا كيعطيهم واحد الفتره ديال الراحه او كيلقحوهم يعني في البلاص يعني مباشره، كيلاحظوا ان واحد الخطره ما كيشدش، يعني كيقول لك ما كتشدش، يعني التلقيح ما كيشدش. علاش ما كيشدش هذاك التلقيح؟ يعني ممكن ان هاد ما كيشدش التلقيح تطرى فوقاش، تطرى في الصيف، تطرى في الشتاء، تطرى يعني في جميع الفصول. يعني كلنا كنا كنقولوا يعني ملي غادي يكمل الصيف غادي يعني غادي نلقحوا غادي يجيب الله التيسير. اذا كانت واجدوا يعني كاع الناس اللي كنعرفهم هنايا يعني الامهات مابقاوش كيشدوا، يعني الخصوبه قلت. مين بحث في هذا الموضوع؟ يعني عندي اصدقاء ديالي اللي في المزارع الكبرى، يعني هادشي كنقول لكم اسرار. يعني لقيت باللي كيستعملوا واحد النوع من الادويه اللي ماشي متاحه في الجميع، يعني ماشي ممكن ان غادي تمشي يعني عند البيطاري وتقول له عليها ويعطيها لك، ماشي غادي تمشي عند فرماسيان يعني بيطاري وتقول له اسم ديال الدواء وغادي يعطيه لك. هاد المزارع الكبرى ما كيخدموش غير الدوايات العاديين، يعني احنا نهضروا غير على التحصين من 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 الامراض. فعلا كيخدموا التحصين من الامراض، كيمشيو يعني كيخدموا يعني ليبرا ديال التسمم الدموي المعروفه، حتى هما كيخدموا يعني ليبرا اخرى ديال التسمم المعوي اللي كتشد عام سميتها سيفا باكس. كاين عاوتاني كيني برافاك، كلشي هادشي قال لي هاد السيد كلشي كنستعملوه. انما واحد المعادن كيستعملوهم هما معادن ماشي علاجات وماشي فيتامينات، لا هما عباره عند معادن كيستعملوهم للخصوبه. وهاد المعادن هي عباره عن فوسفات، يعني واحد غرام ممكن انه ديروا مع لتر ديال الماء لمده 4 ايام، ممكن ان الانثى كتبغي هي كتولي كتبغي تلقح. يعني خلينا من يعني المعتاد يعني الانثى ما بغاش تلقح، لا هذه الخصوبه ديالها كترتفع، وكذلك الذكر كيولي سخون بواحد الطريقه هائج. يعني كاع الفيديوهات اللي الناس كيهضروا عليهم باللي راه عندنا ذكر هائج، عندنا كميه الخصوبه مجهده، كل شيء هاد الناس هادو راهم كيهضروا على المعادن. كيعطيو واحد علاج هو عباره عن علاج الاسم ديالو ثنائي فوسفات الصوديوم. هذا منين بحثت عليه لقيت باللي هاد المزارع كيجيبوه من الخارج، يعني هو مستورد بالنسبه لهاد المنطقه ديالنا حنايا كيجيبوه من الخارج. يعني الناس اللي عندهم يعني يعني الناس شي اقارب ديالهم ولا كاين شي واحد كتعرفو في يعني في اسبانيا ممكن يجيبو لك ثنائي فوسفات الصوديوم. هذا كيخلي يعني الارنب هائج، يعني الخصوبه ديالو كتولي مرتفعه بواحد الشكل. يعني انا وراني يعني مثال قدامه ان الذكر ممكن انه يلقح حتى 3 مرات مباشره، ما كاينش الذكر اللي كيلقح 3 أو 4 مرات مباشره. يعني هذا الشيء ممكن انكم تلقاوه في يعني في دوايات وعلاجات، وممكن انكم تستعملوه يعني ك علاج طبيعي. ممكن انكم ديروا المعدنوس كيعطيوه للامهات، الناس اللي كيخدموا
او السكاليم ديال الحليب راه فيه ان هذا الثنائي فوسفات الصوديوم راه كاين في العلف، يعني كيكون في السكاليم، ولكن بواحد النسبه قليله. دابا الفرق هنايا كيفاش كيتم ان الناس اللي كيخدموا السكاليم كيلاحظوا ان الارانب ديالهم عندهم واحد النسبه ديال الخصوبه. الناس اللي كيخدموا غير مثلا الربيع ولا كيخدموا الخبز الجاف ولا كيخدموا الذره كيخدموا الشعير كيلقاو ان الارانب ديالهم مره كيشدوا مره ما كيشدوش، يعني في التلقيح. اما السكاليم فيه هاد ثنائي فوسفات الصوديوم فيه، وانما بواحد النسب قليله، يعني الخصوبه راه كاين، ماشي حنا ما كنقولوش ما كاينش. وما تنساوش باللي السكاليم على السكاليم كيفرق، كاين اللي فيه النسب، يعني ممكن انهم يديروا مثلا 2% في واحد النوع من 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 من, من السكاليم، في حين ان شركه اخرى غادي دير مثلا 3% او 4%، هي النسبه ديال الخصوبه كتزاد. هادشي اسرار ما يمكنش يعرفها الا شي واحد اللي بحث. انا دابا كنهضر لكم على البحث ديالي، راه هادشي واقعي، راه كاين واحد المعادن كتعطى للحيوانات، ماشي غير الارانب، راه كتعطى بزاف ديال الارانب، عفوا الحيوانات، مثلا الابقاء الدواجن حتى هما راه عندهم كيكونوا مع السكاليم. ولكن بالنسبه نقولوا الابقار او الثور مثلا، باش يكون هائج ما يمكنش الثور يعني غيبقى يلقح حتى هو، غادي يبقى يتزوج غير مره. منين نبغيو حنايا نزوجوه مع الانثى، مع البقره عفوا، النتوه، غادي يكون منين يلقح ما يكونش النتيجه، لا كيديروا له واحد الابره اللي فيها هذا النوع من المعادن، وكلهم متاكدين انه كيولي ثور هائج. اسمه هو هائج، يعني خلينا من الفحوله كاين ذكر فحل وذكر خامول، ولكن بالنسبه للمعادن اللي كيتعطاو راهم داخلين في التركيبات حتى ديال الانسان، يعني هذا النوع ديال الفياغرا، هذا النوع ديال المهيجات الجنسيه، راهم كيكونوا داخلين فيه هذا النوع من العلاجات. اذا نتوما يعني كمربي مبتدئ، هذا الشيء معلومه، غادي تفهموا باللي راه كاين في السكاليم راه فيه نوع من المعدن اللي كيخلي الانثى تقبل التلقيح. يعني من لابد ما يكون السكاليم راه فيه واحد شويه، واحد النسبه قليله ديال المعادن اللي كتخلي مستوى ديال الخصوبه مرتفع، الشيء اللي كيؤدي باللي الانثى والذكر كيوليو هايجين، ممكن انهم يبغيو يتلقحوا ويعطيونا الخلفات على دور العام، ماشي يعطيونا الخلفات غير يعني خصنا نلقحوا. منين نلقحوا كتلقى الذكر ما باغيش ديك النهار مثلا، ما باغيش يتزاوج، ولا كتلقى الانثى كتهرب منه. لا، بالنسبه للمزارع الكبرى اسمو كيديروا باللي صافي انا عطيتها للذكر خصو يلقح، لا محاله، ما يمكنش انه يكون خامول، ما كايناش في القاموس ديال التربيه ديال الحيوانات كلها، ماشي غير الارانب، ولكن ضروري انه يكون واحد المحفز انه يخلي الحيوان يعني يكون هائج، يكون فحل، يكون عنده السائل المنوي ديالو بغزاره، يعني خصو يلقح. اذا هذا الشيء كاين في نباتات، ممكن انكم تلقاوه في التفاح، كاع الحوايج اللي كيعطيو كيدروا الحليب على الـ على الـ على الـ 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 الانثى راها حتى هي محفزات ان ارتفاع يعني الهرمون ديال الخصوبه يكون مرتفع. اذا حلقه راها مهمه بزاف، حاولوا انكم تبحثوا في هاد الحوايج هادو باش تطوروا من المشروع ديالكم، ويكون عندكم فكره على المزارع الكبرى كيفاش كيخدموا. اذا
الناس اللي مازالكم ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بزر جيم باش تدعمونا باش نبقاو نصيفطوا لكم فيديوهات بحال هذا الشكل هذا اللي هي في الحق عباره عن اسرار. تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.